بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات الخاصة بسن الكبار في انطلاقات هذه الأشواط الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. على بركة الله ينطلق سادس الأشواط، شوط خاص بالزمول. نتابع أسماء متواجدة ومنطلقة في هذا الشوط، نتابع البداية والصدارة مباشرة. هناك مع الأبجر من يتواجد في البداية والصدارة، من يفتتح إذا عدنا الأبجر لجنة الشحانية يتابع في التضمير سالم بن فاران المري على أول المراكز، بينما أتابع العساس لهجن الشحانية المتواجد مع ثاني المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري هنا القادم مع ثاني الأسماء ثالث المراكز، وصول بصير لهجن الشحانية والمتابعة والتضمير لدى جابر بسالم بن فاران، وهناك من الجانب الآخر أتابع القادم أتابع دالوب لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، من يتابعه في التضمير المتواجد في هذه اللحظات وفي هذا الانطلاق يحمل لنا هذا الشعار، الشعار الأصفر الشعار الغرباوي، من يتقدم نحو البداية، بينما أتابع هنا وصول من معدي لهجنة شحانية مع رابع المراكز يغير معدي في هذه اللحظات، ينطلق أيضا مع انطلاقة وتواجد هذا الشعار شعار هجنة شحانية وبمتابعة وتضمير سالم بن فاران المري، وخامس الأسماء وصول من هملول لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني هنا القادم والمتواجد مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه الشعارات المتواجدة مشاهدين الكرام في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق، ولكن العودة هناك دالوب على مقدمة الشوط، دالوب على الصدارة والبداية لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، من يتابعه في التضمير هناك مع البداية والصدارة دالوب على مقدمة الشوط، بينما أتابع معدي لهجنة الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري القادم مع ثاني المراكز، والبصير لبصير قادم مع ثالث المراكز لهجنة الشحانية، يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما رابع الأسماء وصول من الأبجر لهجنة الشحانية ويتابعه الذهبي سالم بن فاران المري، بينما أتابع العساس قادم هنا مع خامس المراكز لهجنة الشحانية بمتابعة سالم بن فاران المري، ولكن يصل هملول لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني يتقدم في هذه اللحظات، وصلت الأسماء هناك وتابع سردال لهجنة الشحانية يتقدم في هذه اللحظات، الله الأسماء الله الأسماء القادمة، ولكن هناك البداية 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 والصدارة، الله الله دالوب على مقدمة الشوط، دالوب بشعار سعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، يتابع في التضمير هنا على مقدمة الشوط والبداية والصدارة دالوب، ولكن شوف القادم شوف التقدم في هذه اللحظات، هنا وصول من معدي معدي لهجنة الشحانية القادم مع ثاني المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري، يقدم معدي مع ثاني الأسماء، بينما وصول هناك مع ثالث الأسماء، نتابع
وتابع الأبجر القادم مع ثالث المراكز لهجنك حالية بمتابعة سالم بفران المري والقادم في هذه اللحظات هنا العساس لهجنك حالية يتقدم مع هذه اللحظات العساس بمتابعة سالم بن فاران المري الله يلسمه وتابع سردال قادم في هذه اللحظات لهجنة شحانية والمتابعة لدى المشاغب يقدم سردال في هذه اللحظات وهناك نيشان لهجنة شحانية يتقدم في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن فاران المري هذه الأسماء المتواجدة في هذا الشوط في هذا الانطلاق في هذا التحدي في منافسات الكبار انتظروا هذا المساء مساء الرموز ختام هذا المهرجان مسك الختام الكل يتابع هذا المساء في أشواط الرموز الذهبية والفضية أشواط أيضا رئيسية سوف نتابعها والكل يتابعها هنا على أرضية ميدان الشحانية ختام مهرجان المؤسس الله 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 ولكن نعود مع هذه الأشواط مع منافسات الكبار شعارات أصحاب السمو والشيوخ والسعادة الحاضرة في هذا الانطلاق هناك نعود بالبداية ودالوب على الصدارة لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني الله الله خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك هناك يقوده في التضمير يقدمه هناك على البداية والصدارة ولكن أتابع معدي لهجنة شحانية القادم مع ثاني المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري والثالث الأسماء لبصير بدأ بالاقتراب لهجنة شحانية ويتابع بالتضمير جابر بن سالم بن فاران وهنا الوصول أتابع التقدم الأبجر يتقدم مع رابع المراكز لهجنة شحانية ويتابع في التضمير سالم بن فاران المري والعساس قادم وهناك نيشان لهجنة شحانية بمتابعة سالم بن فاران المري ولكن أتابع الوصول من سردال قادم لهجنة شحانية لمتابعة محمد بن خالد العطية ولكن شوف القادم وصل هياض لهجنة شحانية يتقدم في هذه اللحظات بمتابعة سالم بن فاران المري يقدم أيضا لنا هياض هنا القادم وهناك معير الله 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 يا الأسماء المتواجدة في هذا الشوط ولكن العودة هناك إلى التغيير غير معدي هناك ينطلق على مقدمة الشوط يتقدم ويغادر في هذه اللحظات هناك مع البداية والصدارة الهجنة شحانية يتابع في التضمير سالم بن فاران المري يتقدم هناك مع البداية معدي على مقدمة الشوط دالوب يتابع ينطلق مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد الثاني خليفة بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك يتابع في التضمير القادم مع ثاني المراكز بينما ثالث الأسماء وصول من البصير لهجنة شحانية يتابع في التضمير جابر بن سالم بن فاران وهنا القادم العساس لهجنة شحانية والمتابعة والتضمير لدى سالم بن فاران المري الله هنا وتابع نيشان والوعب بقيادة سالم بن فاران المري المملوكة لهجنة شحانية وهنا هياض القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام هياض والأبجر لهجنة شحانية بقيادة أيضا سالم بن فاران المري وهنا سردال لهجنة شحانية يتابع بالتضمير محمد بن خالد العطية وقادم زكريت هناك لهجنة الشحانية بمتابعة محمد بن خالد العطية ومعير أيضا لهجنة الشحانية الله الأسماء قادمة مشاهدينا الكرام ولكن العودة هناك مع البداية والسلام
الصدارة، معدي على مقدمة شوط على البداية والصدارة، معدي معدي لهجنة شحانية، ولكن الخطر أتابع الأسماء قادمة، الأسماء قادمة، هنا المصير قادم، المصير قادم لهجنة شحانية بمتابعة جابر بسالم من فاران، وهنا العساس، العساس لهجنة شحانية قادم مع ثالث المراكز ووصول من نيشان، هنا لهجنة شحانية يتابع في التضمير سالم بن فاران، المري والوعب، والوعب قادم، الوعب قادم مع هذه اللحظات لهجنة شحانية بمتابعة سالم بن فاران، المري ولكن شوف القادم، سردال، سردال، زكريت قادم، الله الله، الأسماء قادمة ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى مقدمة الشوط، الله الله، معدي، معدي هنا مع البداية، مع الصدارة لهجنة شحانية، ينطلق في أول المراكز بمتابعة سالم بن فاران المري، ولكن المصير، المصير قادم لهجنة شحانية، يتقدم مع ثاني المراكز بمتابعة جابر بن سالم بن فاران والعساس، العساس لهجنة شحانية، وهناك نيشان لهجنة شحانية، الله 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 يا الأسماء، الله التحديات الأخيرة، ولكن العودة إلى الصدارة، غادر غادر معدي، معدي غادر، غادر بناموس هذا الشوط، الله هناك البداية والانطلاق الممتاز مع معدي على مقدمة الشوط، ولكن شوف القادم، وصل العساس، وصل العساس القادم مع ثاني المراكز لهجنة شحانية بقيادة سالم بن فاران، المري الله الله يا البداية، معدي والعساس لهجنة شحانية، وبمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري يقدم لنا هذين الاسمين هنا على البداية والصدارة، غادر معدي، غادر معدي بناموسي هذا الشوط مشاهدينا الكرام، بانفراد على الصدارة، بانطلاق ممتاز، معدي 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 لهجنة شحارة، لهجنة شحانية يحمل لنا هذا الشعار، شعار هجنة شحانية، الله الله، هناك مع البداية والصدارة تهانينا والناموس لهجنة شحانية على فوز معدي، والتانية للذهبي سالم بن فاران المري من قدم لنا معدي هنا مع لحظات الوصول، تهانينا والناموس ثاني المراكز، وصل العساس لهجنة شحانية ثالثا، نيشان لهجنة شحانية رابع المراكز، لبصير لهجنة شحانية، وخامسا هملول لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان لمراكزنا الخمس الأولى، تابعنا معدي من استطاع أن يظفر بناموسي هذا الشوط، نتابعه من خلال الإعادة والتوقيت الزمني 13 دقيقة 16 ثانية 71 جزء من الثاني، تهانينا والناموس لهجنة شحانية، والتهنئة لسالم بن فاران المري من قدم لنا معدي بناموس هذا الشوط ثاني المراكز، وصل العساس ب 13 دقيقة 21 ثانية 88 جزء من الثانية، توقيت العساس، تهانينا والناموس لهجنة شحانية، والتهنئة لسالم بن فاران المري ثالث المراكز، وصل نيشان ب 13 دقيقة 25 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لهجنة شحانية، والثانية أيضا لسالم بن فاران.